أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا نعمه ويكافئه مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. آمين. اللهم نأخر أيامنا يوم نلقاك وأنت عنا وكن بصالحات عملنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشايخنا ولقربائنا والأسرة ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع المرحوم وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.